شفت الفندق اللي اكل البندق فوق سطح الفندق سطح الفندق شفت القطة ناو ناو ايه ده انت حافظة؟ وانا كنت اصلا عاوزة اقول لك كل سنة وانتي طيبة وعيد سعيد وان شاء الله تكون سنة جميلة عليكي و... الو انت فين يا فاطينة؟ انا جعان عاوز اكل. طب يلا تعالى هناكل وهنركب سكوتر وهناكل ايس كريم وهنعمل حاجات كتير جدا. تعالى يلا باي. اسمي مرام، مرام حسني عبد المنعم، السن 29 سنة. عايز تعرف ايه تاني؟ بس انا عندي الموهبة دي من وانا صغير، يعني من وانا اصلا كنت ميكي صغير كده. إيه ساعة لما كان في المسلسل بتاع سارة وحسن وانا بحب حسن قوي يا مامتي، فكنت بقلدها، فوانا بقلدها يعني الصوت ده طلع، فعرفت ان انا عندي موهبة وشطور جدا ومشهور كمان. بس ما كانتش بتتكلم بصوت اطفال، يعني كانت اللي هو ايه، كانت هي بتقعد تقول انا بحب حسن قوي يا مامتي، بس مش بتتكلم ميكي. انا بقى بتكلم ميكي فعلا، ولا انا بحب حسن قوي يا مامتي. حد من زمايلي يعني عرف ان انا بعمل الصوت، فهو بصراحه اللي شجعني وقال لي انت ازاي، ده انت موهبه مدفونه. و... وانا بقى كريت البنت وبدات اقول البنت، وانا بقول انت هتصاحبني وهتنزلي ستوري؟ فهي قالت لي وايه اللي فيها عشان مالك النهارده؟ قلت لها لا ما انت ما نزلتليش من الاول. قامت قالت لي اصلا العيد ميلاد حرام. قمت قلت لها فالنتاين مش حرام. هو ده اول فيديو نزل على السوشيال ميديا. ايه بس الحمد لله يعني لقيت يعني اقبال من الجمهور كويس وناس كتير حباني، والحمد لله بقى عندي يعني ناس كتير وفولورز كتير. لا انا دخلت السوشيال ميديا عملت فيديوز كتير ويعني انتشرت عموما، وبعدين بقى حد شافني فهو قال لي بقى احنا عايزين نعمل فكره ان احنا نكلم كام فنان ونشوف ردود افعالهم. ايه وكذا حد استضافني يعني كان برضو كحاجه زي كده بس، ودخلت عليهم صدقها من انا صغير. كان تقريبا اول حد عملت فيه مقلب تقريبا يعني الفنان محمود الليثي. ايه اتصلت بيه وقعدت اقول له يا عمو ازيك انا ابن صاحبك، مش عارفه قلت له فاروق الفيشاوي ولا قلت اي هبد بصراحه. ايه هو فضل يعني ايه في الاول كان متعصب، بعدين قال لي طب يا حبيبي ماشي انا كمان بحبك، ويعني جه معايا على الخط. وكلمت فيه عبده بصراحه حد زي العسل جدا، وقعد يقول لي خمسه امال ميك يا حبيب قلبي. كانت عسل جدا بصراحه. وطبعا رندا البحيري يعني عسل 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 لأبعد الحدود. عمو هو انا كنت عاوز اصور معاك واطلع معاك في الفيديو. تاني فيديو؟ ايه الفيديو اللي انت بتصوره بالتليفون وبتنزله عندك؟ لا يا حبيب لا. طب هتصور معايا امتى؟ بتعمل ايه بقى تصور ايه؟ ايه انا بعرف اغني. قول يا حبيب. طيب يعني كان احسن ان انت تبعت لي حاجات انت عشان خاطر لو سجل يعني فاهم. طب خلاص هقول لك حته صغيره. طب قول يلا اتفضل. 3 2 جاهز؟ جاهز. 1 شفت الفندق اللي اكل البندق فوق سطح الفندق سطح الفندق شفت القطة ناو ناو ايه ده انت حافظة؟ انت بتعرف تسمع ايه يا حبيبي؟ معلش يا حبيبي بس والله بكلم الناس بس في الشغل بعد اذنك، اديني شويه واكلمك بقى. اذا كان انا قاعد عندكم في الشغل بتكلم مين؟ انا عندنا في الشغل يا عم معلش انا اسف بس ما بص انا كنت بعمل فيك مقلب بس انا مش هتنزل عن العزومه والحاجه حلوه. واحد صغير. اهلي كانوا مبسوطين طبعا، يعني اللي هم يعني عشان هم عارفين الموهبه دي عندي من زمان جدا من وانا صغيره، بقعد بقى طول ما انا في البيت ماما عاوز اكل ماما اقعد بقى ايه ممكن اعيط، انا بعرف اعيط بصوت ميكي جدا جدا واللي قدامي بيعيط بيتاثر. فهم كانوا مبسوطين ان انا عرفت استغل موهبتي دي.